أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج ملف الرقيب. أهلا بكم، وكما في كل أحد وثلاثاء سنكون معكم من الآن وحتى الساعة الثالثة مع لقاء جديد من برنامج ملف الرقيب. هذه تحياتي في الإعداد والتقديم طلعت عليه، وتحيات زميلي في الهندسة ياسر العربي، بحييكم دائما وبحيي كل اللي بيسمعونا عبر شبكة ملف الرقيب. نبدأ من غزة، راديو ألوان. راديو الرابعة من الخليل. وكل التحية للي بيسمعونا عبر راديو موال من بيت لحم. راديو صوت السلام من القدس. صوت المدى من أريحة والأغوار. صوت الغد من بديح. راديو جفرة من طول كرم. وليس آخرا راديو زين من جنين، واليوم في بث حي ومباشر من استديوهات صوت الحرية من رام الله. دائما أيضا بحيي كل مشاركاتكم عبر صفحة ملف الرقيب على الفيسبوك، ومنقول لضيفنا اللي جاي متأخر على البرنامج يتفضل. أمجد الأحمد، تفضل، شرف شرف، دخلوا لي. أهلا بكم مرة أخرى عبر برنامج ملف الرقيب. برحب في ضيوفي أحمد الفرع، عضو اللجنة الاستشارية لمشروع صدى مواطنون لخفض الأسعار صدى، ورحب أيضا بعضو اللجنة الاستشارية أمجد الأحمد. أهلا وسهلا فيكم في برنامج ملف الرقيب. أنا حقيقة حبيت أنتظر الأمور شوية لتستوي. أنا بعرف نشاطكم شغال من 4-5-6 شهور، بس طبعا ما في شك البداية لطرح أي حملة أو الانطلاق بأي حملة أكيد في العديد من المذاكرات الداخلية والتحضيرات والاجتماعات والورش اللي قصرنا فيها طبعا، لكن اليوم بدنا نكون مع هذا الجهد. وأسأل حقيقة عن صدى، مشروع صدى. الأصل أنه الصدى له فضاء، وفضائنا في خفض الأسعار ما في شك أنه بين متناول طرفين أصيلين. الطرف الأول هو الحكومة ممثلة بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد، والطرف الثاني المفترض أنه هو القطاع الخاص، لأنه كمان له علاقة في صلب هذا الموضوع. أبدأ معك أخي أحمد الفرع، عضو اللجنة الاستشارية. نعطي الفكرة عن الناس للناس عبر إذاعة ملف الرقيب، عبر شبكة ملف الرقيب، عن مشروع صدى مواطنون لخفض الأسعار. إحنا بجوز يعني الإذاعات الفلسطينية أدارت آلاف الحوارات واللقاءات والمقابلات حول موضوع خفض الأسعار، لكن دائما الكل في هالبلد يصطدم بالأجوبة التقليدية البيروقراطية اللي المواطن حقيقة مل منها، وهي بروتوكول باريس وغلاف جمركي ومغلف جمركي آخر، وهنا حفرة جمركية وهنا وعاء ضريبي وسواليف حتى الناس ما عادت تحكي فيها. ماشي الحال، وأصبح ارتفاع الأسعار شيء تقليدي وجزء أصيل من حياة المواطن دون ما يكون في هناك حلول خلاقة. وإحنا بنحكي خلاقة لأنه أكيد في هناك احتلال بضغط على الجميع، على الحكومة وعلى الشعب، بالتالي بدنا حلول خلاقة اللي على الأقل نخفف من وطأة وحدة شراسة هالأسعار. تمام، كيف نعم. شو اللي ممكن تطرحه حملة صدى
أو مشروع صدى مواطنون لخفض الأسعار مختلف الملامح ليكون شيء منه على الأقل يساهم في تطبيق أي بند أو أي فكرة لملف معين لسلعة معينة لخدمة معينة بالفعل المواطن يشعر بأنه هاي ممكن نخفض سعرها بالإرادة وبالتدبير وبالتخطيط وبالتفكير وبكل تأكيد طبعا بتعاون كل جهات الاختصاص. تفضل أبدأ معك أحمد الفرة وننتقل إلى أمجد فيما بعد. أشكرك أخي طلعت على برنامجك وعلى استضافتنا في موضوع مهم. زي ما تفضلت فعلا الأسعار هو الشيء الوحيد الذي يتصاعد مع مرور الزمن، ولا نجد أي استجابة في عملية احتوائها، خلينا نسميها بشكل مباشر. نعم، الاحتلال يضع العديد من العقبات والمحددات التي تسيطر على كافة أطراف العملية الإنتاجية وكذلك وبالتالي التكاليف والأسعار، لكن أيضا هناك أطراف وأدوار يجب أن يعيها الجميع، بالتحديد صدى مواطنون لخفض الأسعار هدفه بشكل مباشر إيجاد آلية ناجعة من خلال معالجة القضايا المباشرة التي تؤثر على الأسعار. هذه الآلية تنطلق من القاعدة بداية من المستهلك وتعريف أبرز السلع الاستهلاكية الأساسية، وأيضا دراسة المؤثرات بمختلف عناصرها. هناك فرق متخصصة تدرس وتحلل مختلف هذه السلع وتعمل على تحديد نقاط التأثير الممكنة فيها، وبالتالي وقطع نشاط بعتقد. نعم، هذا الموضوع انتهت الدراسة المبدئية، يعني الحملة عارفة وين بدها تروح تماماً. نعم، عارفة. نعم، احنا الآن في مرحلة بعد دراسة وتحديد السلع الأساسية الرئيسية التي يستوجب العمل عليها بكافة الأطراف. صدى بتوفر فرصة متميزة بأنها تشرك الجميع فيها، لا تشرك طرف أو تستثني طرف. الحكومة، القطاع الخاص، المستهلك بحد ذاته هم جزء مهم جدا من حملة صدى، لأنه بدون الشراكة، وأعتقد هذا هو عنصر النجاح إن شاء الله في صدى، عنصر الشراكة هو الرئيسي في عملية إيجاد الحلول المباشرة للتحديات الموجودة، وأيضا إيجاد اختراقات واقعية. يعني لن صدى لا تسعى لأن تحقق المستحيل، صدى تحاول أن تحقق اختراقات واقعية وأن تحقق هذه النتائج بشراكة كاملة ما بين الأطراف الثلاثة في هذه العلاقة: الحكومة، القطاع الخاص، والمستهلك أو الجمهور المستهلكين. حملة الصدى بتنطلق بتحديد رسالة مطالب بناء على التحليلات اللي قامت بداية. تم تحديد مجموعة من المطالب، بداية تم تحديد مجموعة من السلع الأساسية التي تستوجب التدخل. طيب خلينا يعني نحكي إذن مجموعة من الأكاديميين، ناشطين، اقتصاديين، شباب شابات متطوعين بيقولوا كفى لارتفاع الأسعار، كفى لهذا الجنون في الأسعار، ولابد من إيجاد حلول. أمجد الأحمد، برحب فيك مرة ثانية عبر برنامج ملف الرقيب. لكل حملة في هناك آليات، لابد تكون الحملة تبنت آليات معينة لتحاول تحقق مطالبها. بس قبل ما تروح على الآليات بدي تماما، وهذا يعني نخلق حالة من الحوار بينه وبين بعض، مش مش مش, مش بالطريقة التقليدية. بتقديرك إيش أهم السلع اللي لازم نستمر بالضغط باتجاه تخفيض الرسوم إذا كان في عليها رسوم عالية، أو تخفيض أسعارها إذا كانت نسبة الربا عالية، بأي سياق من المساقات 1 2 3 4، السلع التي تمس كل شرائح المجتمع؟ سؤال جميل. أول شيء أخ طلعت مشكركم على هالبرنامج الرائع، واللي بمس يعني مباشرة المستهلك الفلسطيني والمواطن الفلسطيني. أنا حبيت يعني أبتدئ مما انتهى أخي أحمد فيه. أول شيء الاعتراف الواقع هو أول خطوة لتغيير الواقع. لا شك في أنه دراسة السلع اللي بيستهلكها المواطن الفلسطيني يوميا هي الأجدر بالدراسة، حتى نطلع بحلول ومقترحات تؤدي إلى تحقيق الهدف والغرض من هذه الحملة. نعم. لا شك يعني أنا بجوز قدمت شيء للإخوان، وإن شاء الله إحنا بصدد دراسته قريبا يوم السبت القادم، حول مجموعة من السلع بشكل عام، حددت السلع، إلا أنه يعني موضوع البترول موضوع مهم جدا. موضوع الخدمات مثل الاتصالات ومثل
الهاتف والكهرباء والمي موضوع مهم جدا انه ندرسه. الموضوع الثاني اخ طلعت والاخوه المستمعين، يعني بما انه احنا بنقدرش نهرب من الواقع، نعم بروتوكول باريس هو محدد، نعم الاتفاقيات والاحتلال الاسرائيلي هو محدد، عمره ما كان في انخفاض في الاسعار، دائما في ارتفاع في الاسعار. انا كيفيه شو انا كيف بدي اواجه هذا الارتفاع في الاسعار؟ في عده اساليب غير موضوع التعرف الجمركي، لانه انت كما تعلم انه WTO بتحد من التعرف الجمركي الدولي لحديث 2015 لازم تكون 0% الجمارك. فما بقدر اروح على موضوع التعرف الجمركي وتنزيل نسبة الجمارك الموجودة. بس هي المشكلة ممكن تكون أمجد في الرسوم الأخرى مش في الجمارك كجمارك. هي مشكلة كونه خلاص هذا الموضوع العالم انتهى منه. نعم العالم انتهى منه. الرسوم الأخرى اللي هي موضوع الفات. الفات هي ما مفروض على المنتج المحلي والمنتج المستورد. في عندك ضريبة الشراء. أنا 80% من وارداتنا من إسرائيل، وفي كثير من الايتمز اللي بتدخل على المناطق الفلسطينية في عليها ضريبة شراء، أنا بقدر أحصلها والاتفاقية أجازت لذلك. موضوع الاستيراد الغير مباشر اللي مثل ما ذكرت لك 80% من إسرائيل عبر إسرائيل، كيف أنا بدي أحصل هذه الجمارك أو الرسوم أو الضرائب عليها؟ كيف بدي أمنع التهريب؟ هون الموضوع موضوع يعني في 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 حلول خلاقة لمواجهة ارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار بقدرش أنا أشطبه، بقدرش أنهيه، لأنه ما متعرف عليه. إذا تدرس أنا إذا تسمح لي يعني لحظة، الآن هو في ارتفاع في الأسعار وليس انخفاض في الأسعار. يعني أنتوا حاولتوا تتحدثوا بلغة شمولية ونظرة تلسكوبية للحالة الاقتصادية. نعم. اللي عم بتهيمن على جيب المواطن، وبنفس الوقت المآخذ اللي موجودة على الحكومة إنه في هناك قنوات من الإيرادات كثيرة. نعم. خلاف جيبة المواطن أو خلاف تحصيل الضرائب، وهذه كانت ما في شك نظرة شمولية واسعة. لكن خلينا بالجزء الأول على الأقل من البرنامج مع هم المواطن، مع جيب المواطن. خلاف قضية البترول، تقديرك القضايا الخدمية مثل الكهرباء مثل المياه، هل تم التطرق إلها بصورة مباشرة؟ السلة الغذائية اللي عم بتشكل أكثر من 35% من موازنة أي مواطن، ميزانية أي مواطن. صحيح. يعني كيف ممكن نتطرق إلها بتفاصيل ووضع حلول، بمعنى حلول كفيلة بأنها ترد على الأجوبة التقليدية اللي بتتلقاها كل الحملات اللي طلعت في البلد أو أي برنامج اقتصادي أو خلافه؟ في هناك أجوبة تقليدية، هل أنت جاهز لعرض حلول تتجاوز تقفز عن الأجوبة التقليدية العادية، ولا بدنا نضل عفوا نرجع على نفس المربع؟ مع الأهمية بأنه بداية التغيير ما في شك هي الضغط والاستمرارية والحديث والحوار، وأعتقد يعني حلقتنا اليوم في هذا الإطار في هذا الجزء. تفضل. نعم، بدون أدنى شك، بس خلينا نكون أيضا واقعيين. المستهلك يتعرض لضغوط من كل النواحي، مش فقط من الأسعار. الأسعار وحتى البنية التحتية، حتى المسارات اللي بيعيشها بشكل يومي هي جانب ضغط. وبيئتنا الفلسطينية بيئة معقدة، لا تقتصر فقط على الإجراءات الجمركية زي ما تفضل زميلي أمجد، لكن أيضا تتعمق أكثر لمستوى حتى السياسات اليومية اللي بتأثر عليه. نعم. زي ما تفضلت بالنظرة الشمولية للضرائب وغيرها. الخدمات، من وجهة نظر الخدمات، نعم الكهرباء هو تدخل دائم، موضوع المياه والوقود، الغاز وغاز الطهي بالتحديد من أبرز السلع اللي أسعارها بارتفاع مستمر. أنا بدي أعطيك تجربة. حاولت بالضبط يعني نسمع أرقام، شو في إحصائيات، شو في مقارنات، هذا السعر وين موجود، كيف ممكن يكون طبعا ضمن الآليات اللي قابلة للتنفيذ وبدون يا سيدي مساس بإيرادات الحكومة وبدون كذا. نعم، بالعكس يعني بنزيد إيرادات الحكومة. احنا بصدد زيادة إيرادات الحكومة، وهذا جانب آخر ما في شك، لكن خلاق. المقصود أنه بالإمكان هي تخفف من جانب يعني يخدم المواطن، وبنفس الوقت عندها قنوات أخرى تعوض أضعاف اللي صحيح. ممكن الميزات صحيح. او الامتيازات اللي ممكن تعطيها المواطن بحكمة التخطيط نحاول نسمع بعض الارقام هيك. يعني انا بدي اعطيك بما يتعلق بالديزل مثلا. الديزل كلنا بنستخدم السيرفيس. السيرفيس هذه تكلفته على المواطن هي تكلفة يومية ومباشر طبعا، مرتين الطلاب الموظفين طبعا ما في شيء. وبالتالي بنحكي باللترات على السيرفيس، بنحكي تقريبا السيرفيس بيستخدم 27 لتر ل 42 لتر. الشيكل بتكلف من 170 ل 270 شيكل متوسط خطوط الضفة الغربية يومياً. يومياً نعم.
تكاسي المكتب نحكي من 24 لتر ل 39 لتر او 40 لتر بتكلف من 150 ل 250 شيكل، ايضا استهلاك يومي. السعر الحالي للمستهلك وتوزيعتها، توزيعة هذه الارقام على المستهلك، احنا بنحكي على استهلاك يقدر ب يقارب 7 شيكل على جمهور المستهلكين، عدد ورقم مهول فيما يتعلق بهذه الخطوط المتوسطة. ما تسعى له الحملة بشكل مباشر هو تخفيض بنسبة 30%. كيف نفهم كيف يعني التخفيض نعرف. من خلال لأنه إذا أنا خفضت السعر بده يتخفض، يعني بخفض كلفة المواصلات على السائق اللي هي الوقود طبعا ما في شك، وبالتالي بتنخفض التسعيره. يعني اذا كنت بدفع الان على خط داخلي 7-8 شيكل بصير ادفع 5 أو 4 شيكل. صحيح نحكي صحيح. يعني عفوا كمان على المستهلك بلغه على المواطن العادي، نعم او نعم. على المشغل للسيرفيس هذه تكلفه بدها تنعكس، او انخفاض في السعر بده ينعكس على التكاليف، والانعكاس في التكاليف يتطلب منا مجموعه من الحوارات البناءه وايجاد حلول واضحة جدا. في رسالة مطالب احنا محددينها فيما يتعلق بالوقود، فيما يتعلق زي ما تفضل اخي امجد بموضوع الوقود، الاساسيات، الاستيراد، التكاليف، حتى تكلفة الجمرك على السيارة العمومية غير السيارة الخصوصية، هذه ايضا جزء من التدخل اللي بنسعى انه هامش المعيشة كمان لصاحب السيرفيس يكون مقبول وهو جزء من المجتمع. التأثير على أسعار المدخلات، وهون نحكي عن الديزل بشكل مباشر وأثر الاتفاقات الجمركية عليه بشكل مباشر، وأيضا تخفيض النسبة الجمركية والرسوم اليومية أو السنوية اللي بدفعها صاحب السيرفيس بشكل يسمح له تراخيص وتأمين وضريبة الدخل وخلافه. نعم. حجم مهول. للأسف يبدو أن المعادلة غائبة، أعتقد أنه الكل عنده إياها لكن غائب سبل التعامل معه، وهذا ما نسعى له في صدى، أنه إحنا نوصل لتدخل نوعي مش تدخل كمي وضجيج، لا بدنا ندخل بنقاط طيب. تسمح لي هون أرجع لأمجد وناخذ هذا الامر كمثال مثال. واعتقد هو يعني مثال بليغ. نعم. لنحكي عن الوقود وتحديدا قطاع الديزل، 70% من المركبات في البلد تعمل على الديزل، المواصلات العامه، حتى المصانع، حتى بعض المزارع اللي فيها مواتير والى اخره، كل شرائح البلد مرتبطه بهاي السلعه الهامه. وفي المقابل عم تدفع انت تقريبا ثاني او ثالث اغلى دوله في العالم بتبيع الوقود، وهذا امر حقيقه يعني يستدعي تامل كبير. السؤال كيف؟ المطلب رائع، المطلب حلو. ما في اثنين في البلد بيقولوا لك لا، المطلب اذا بتنزل على الانتخابات الان بتاخذ رقم واحد سيدي. السؤال كيف انا بعطيك كيف، وبجوز انا شرحت الاخوان في احد الجلسات، احنا من المعروف انه مشتقات البترول عليها جمارك عالية جدا. طبيعي. يعني على سبيل المثال البنزين بدفع ضريبة شراء 3 بتحكي بوينت اكثر من النص المواطن بيدفعها، 3.2% من قيمته. نعم. بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. صحيح. للفات. صحيح. يعني بجوز الإخوان في هيئة البترول بيقول لك احنا يا عم احنا منزلين 15%. لا انت ما ياخذ مني 3 شيكل، يعني حوالي 4 شيكل ونص 5 شيكل، انت ما ياخذ مني ضريبة شراء وضريبة القيمة المضافة. نعم. فانت ما تعطينيش شيء من هون وانت ما ياخذ شيء اكثر منه قبل ما يصلني. فبالتالي تخفيض الأسعار على الديزل مثل ما حكى أخي أحمد كمثال هو مثال جيد ومثال حي. كيف؟ هو بإيدنا. كيف؟ ولا إيش؟ ولا أهم. الجماعة ولا بقول لك ولا سيدي بدنا يعني إيرادات. ولا أسهل. أنت بدك تمس إيراداتنا يا سيدي، لا عارفين ندفع رواتب ولا قادرين. هو الإيرادات مش على الحساب الأساسية. المستشفيات بدها فلوس، والموردين بدهم فلوس، والمقاصد. نعم. بدها فلوس. نعم. والبلد ما أنت شايف يا سيدي. بدها فلوس بس. والنقابات. هذا موضوع النقابات أصلاً إحنا حاطينه بنت بجنب كما شاف أخي أحمد. موضوع النقابات موضوع مهم جداً، كون إنه الموظفين 140,000 موظف بعيله حوالي 1,000,000 فلسطيني. نعم. برضو مهم. نعم. إنك تستجيب. نعم. لمطالبهم. يعني إذا أنت طبقت قانون الخدمة المدنية، إذا طبق أقل موظف بيطلع له 200 شيكل على النص لسه بدون هذا حق القانون. نعم حق القانون، مش أقل من 200 شيكل بيطلع له أقل موظف. فبالتالي هاي يعني برضو هاي بتحد يعني بتساعد في مواجهة وبتكاش تعطيهم بتقدر تخففهم عنه. نعم على الأقل. نعم تقدر تخففهم عنهم. أنا برجع لموضوع المشتقات البترول، كيف إنه أنا أخفف للدمار، خليهم ندفع ولا شيء، بعدين أنت ودي ليها بشكل مباشر أو غير مباشر. طلع ليها بشكل مباشر أو لخدمة السلعة الأساسية. أنت لما بتأخذ مثلا على البنزين خد 4 شيكل مني، وخد على السولار شيكلين ماشي،
ووظفت الشكل هذا اللي وفرته لخدمة المواد الأساسية اللي هي مطلب لكل شركة. يعني إيراداتك يا سيدي من طب، إيراداتك يا حكومة من طب فيها، من طبش فيها ماشي. إيراداتك يا ستي خط أحمر، إيراداتك يا سيدي رئيس الحكومة خط أحمر، ما بدنا نزيد إيرادات نزيد من إيرادات السلطة. أنا بدي أحكي على المقاصة مثلا، المقاصة معروف اللي بتمزع واللي برتمى واللي بيجيب إيش أصلا، واللي بيجيب أقل من 90% يعني من الحقيقة تبعها. خلينا نقول نشجع العالم وكلهم تعلم إليك 10% بعطيك إياه بشكل مباشر، بس جيب لي هالزركة، جيب لي هالورقة الزركة وخد لك 10% مباشرة بعطيك إياه. بتيجي بتحسبها بتطرح بتجمع بتلاقي خزينة السلطة هي اللي زادت مش نقصت من هذا الموضوع من 10%. لأنه على سبيل المثال أنا بدي أشتري هذه السلعة من إسرائيل، حقها مثلا 10 شيكل، بيجوا بيعملوا فواتير بشيكلين وبتمشي. أنت لما تيجي تقول بدي أعطيك 10%، لا، المشتري الفلسطيني بيقول له بدي إياها ب15 مش ب10، أنا بدي أخذ 10% منها. تشجعوا في هذا الموضوع، إحنا بالعكس من نزيد إيرادات السلطة الوطنية من المستوردات او من الواردات. هلا انت بدك تزيد. هون برجع لاحمد الفرة، السؤال هل الحكومه معنيه تزيد من هاي الايرادات بالطريقه العمليه الفنيه المضمونه المعروفه الاجرائيه السليمه 100%، بالمقابل تقدم خطوه للامام مع المواطن؟ والسؤال ليش؟ بمعنى اللي انت بتطرحه وسيله ضغط جيده وقويه ومش بعيد عن بعض المقترحات اللي تمت هنا وهناك. السؤال تقديرك، يعني يبدو قضية الأفكار الخلاقة أو طريقة التفكير خارج البوكس الواحد المربع الواحد ما إلها أي صدى في حملة صدى لحكومة ما بدها صدى. لا، احنا بنتأمل انه يكون في صدى جيد للحملة، واعتقد انه احنا لم نبدأ بعد سلسلة الحوارات المباشرة مع الحكومة في قضايا مباشرة ونناقش قضايا محددة. أعتقد أن الحكومة سترى ما في الحملة من توجه يدعم ميزانية الحكومة وليس العكس بداية، من خلال العمل المحوكم الرشيد باتجاه الإجراءات. كيف بدنا نقنع الحكومة هو أنه هذا هو ما يسمى ديمومة الدخل. إحنا الآن كلنا يعي المرحلة الحرجة اللي بتمر فيها القضية الوطنية وأيضا التحديات، هناك تحديات أكثر قادمة على فلسطين. نعم. وعلى الشعب الفلسطيني. أتوقع أنه كلمة السر هي كلمة الشراكة، الشراكة التامة، وإلا في جبهة داخلية بس يعني هذه عفوا يعني تاريخيا يعني مع القطاع الخاص أثبتت أنها يعني مش ماشي الأمور كما يجب. يعني أنا يعني بطلع على تجارب القطاع الخاص، هناك تجارب طيبة جدا من القطاع الخاص في اتجاه العدالة الاجتماعية مثلا. الضمان الاجتماعي قضية مهمة جدا لتمكين النضال هذا الشعب ومقاومته، مبادرة جيدة يقوم فيها اتحاد غرف تجارية، لكن بدك بيئة ممكنة سياساتية إجرائية. نحكي عن الضرائب، للأسف النقطة اللي كنت بدي أشير لها وبحب الآن أرجع لها وقتها، أعتقد الآن أنه بنحكي على أي ضريبة، أي رسوم إضافية، أي تكاليف إضافية على لتر الديزل أو على الكيلو وات للكهرباء أو على اسطوانة الغاز، ما بدفع صاحب العمل. أي إجراء حكومي إضافي في التسعير يدفع المستهلك في النهاية. نعم صحيح. وبالتالي عملية التخفيض هي تخفيض في التكاليف، ومن ثم نأتي ونعادل ونراجع عملية هامش الربح في بعض السلع الأساسية. للأسف لما بدرسوها تحليليا ومن خلال أخصائيين توصل أنه سلع القمح بورصة في العالم. نعم صحيح. يعني إذا اليوم صاحبه بسعر قليل السلع، نعم، المرة الجاية بده يدفع أضعاف السعر، وبالتالي بيروح عالي في واطي زي ما بقوله. يعني بالمقابل هو مضطر يلتزم بأسعار محددة، وبالتالي أيضا اللي بده يدفع أي زيادات هو المواطن. بدنا نرجع مرة تانية إنه حلقة التعامل الواقعية اللي موجودة واللي بتتعامل معها حملة صدى هي حلقة تعامل دائرية كاملة تحتوي كافة اللاعبين فيها، وأولهم أنا أعتقد وعي وإدراك المستهلك، لأنه هو من سيقود الحملة، المستهلك هو اللي سيقود الحملة. نحن نوفر هذه المعلومات لحوارات يقودها المستهلكون أنفسهم من خلال معرفتهم لكافة التفاصيل، وبالتالي فريق صدى رح يوفر مجموعة من الحلول بالتشاور مع كل الأطراف.
لن تفرض حلول فوقية أو حلول من خارج الإقليم ولا من خارج فلسطين، لا، سنتعامل مع أفكار تنبع من واقعنا الاجتماعي ومن واقعنا أيضا تحت احتلال. هناك شقين من التحديات اللي بيواجههم مجتمعنا الاقتصادي الفلسطيني وبالتالي المجتمع بشكل كلي. الشق الأول هو الاحتلال، هو تحدي كلنا شركاء فيه، والشق الثاني هي السياسات والإجراءات اللي يجب أن تتوحد باتجاه خدمة عدالة اجتماعية وإحقاق حقه للمواطن للمستهلك الذي نريد أن ندعم صموده. طيب خلينا نشوف دور المستهلك، وخلينا نشوف كيف ممكن ندعم صمود المستهلك، وخلينا نشوف السياسات اللي ممكن تخدم هذا التوجه لخدمة المستهلك أولا وأخيرا، لكن بعد الفاصل، لأنه شكله أمجد بده يطلع ياخذ فنجان قهوة برا عشان يدخل براحته. نرجع بعد الفاصل.